ربنا يستر. ايه ده؟ ده الراجل اللي بتاع التفجير. الو الو. ايوه الو. ايوه ايوه يا رمضان. ايوه كبير المفجرين، تحت امرك حضرتك. ايه كبير المفجرين ده؟ ده زي شيخ البلد يعني. مش حضرتك اكبر مفجراتي؟ ايوه ايوه انا المتفجراتي. حضرتك طلباتك ايه تحت امرك يعني؟ بس ايه، اعرضها عليا اشوف هتناسبني ولا لا. حاضر حاضر، بس علي صوتك عشان الشبكه بس مش واضحه. الو الو. ايوه سامعني كده؟ ايوه كده سامع. ايوه خليك معايا بس. ولا موسى ابعد دلوقتي، معايا تليفون مهم. ما انا معايا نفس التليفون مهم. ايوه ما تقلقش، تليفون مهم ابعد. ما ده والله هو نفس الاهميه. الو الو الو. ايوه سامعني كده؟ ايوه كده سامع. طلبات حضرتك ايه؟ والله ما ليا طلبات، انا كفايه ان انا يعني اتشرف بيك واتعرف عليك يا حاج رمضان. طب حضرتك عايز تفجر القنبله عندي ليه يعني؟ ما هو عشان عمي، معلش وطي صوتك بس عشان الراجل معايا متضايق من صوتك. انا برضو الراجل معايا متضايق. طب اديني انا اكلمه، خد هتلاقي نفس الراجل هو. الو الو الو. ما فهمتش برضو؟ الو الو. ناخد تستاهل التفجير والله. امسك. الو الو. ايوه يا حاج رمضان. ايوه بص انا القنبله تنفجر خلال ساعه. طيب حضرتك طلباتك ايه؟ ممكن تقول لي ايه هي الطلبات؟ والله مش جاهز بطلبات يعني، سيبني ساعتين افكر واقول لك. يعني هتفجرها كمان ساعه وهتفكر ساعتين؟ ايوه صح، ده المفروض افكر في وقت اقل صح. ايوه. طب معلش، طب بص كمان نص ساعه واطلبني ماشي. لا اعمل ايه؟ اطلبني كمان نص ساعه. اطلبك؟ اه. ايه ده وقت هق؟ هيحصل هق كبير هنولع كلنا. طب بقول لك ايه، اطلبني انت عشان تليفوني ما بيطلبش. ماشي ماشي يا سيدي. ماشي هطلبك. طيب يلا ابعتك، ابعت لك كلمني. شكرا. ابعت لي يا سيدي كلمني وانا ابعت لك العفو. يلا سلام. ايه يا عم في ايه؟ يا ده شغلانه كبيره. ايه في ناس جايين عايزين يفجروا اللوكاندا. الله اكبر. الحمد لله الحمد لله، ما كله الحمد لله. أيوة. بس هيفجروا اللوكاندا هيدونا 60 داهيه. الله. طب هطلع انا عشان اقف على السطح واتفرج على التفجير. شوف يا ده، لو لاحظت اي كائن غريب. اي كائن غريب ممكن يبقى قنبله. ماشي ماشي، لو لاحظت مش هقول لك عشان نفجر ونضحك. انت شوف طلباتهم ايه وجريهم. يلا يا نهار ابيض.